اذا سيدنا مرحبا بكم معنا في هذا اللايف الجديد. كيف ما عدنا لكم دائما كنكونوا قابل لكم بالصوت والصوره باش نقابلوا لكم اخر المعطيات والمستجدات الحصريه المتعلقه بمرض كوفيد 19. اذا اليوم المغرب سجل 136 حاله جديده مؤكده بفيروس كورونا كوفيد 19، ليرتفع العدد الاجمالي بالمملكه الى 2024 حاله مؤكده فيروس كورونا كوفيد. اذا بالنسبه حاله الوفيات اليوم الحمد لله تسجلت حاله واحده حاله وفاه، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات 127 حاله وفيات. بالنسبه للحالات المتمثله للشفاء اليوم تم يعني مغادره 12 شخص المستشفى، ليرتفع العدد المتعافين الى 229 حاله. يعني اليوم 12 اللي خرجوا من المستشفى، وهذا شيء يزيد يشجعنا باش نزيدوا نكثفوا في الجهود ديالنا باش نقفوا يد ديالنا. بالنسبه يعني ال 114 حاله اللي تم ضبطها اليوم، يعني كانت 114 حاله هي حالات اللي جات من الناس اللي كانوا مخالطين في العائله، وكذلك في المراكز التجاريه، وفي بعض المعامل الصناعيه. اذا العدد الاجمالي للمصابين بكوفيد 19 اليوم الى حد الان هو 2024 حاله مؤكده فيروس كورونا كوفيد. اذا العدد غادي وكيرتفع، مع علينا ان نزيدو نكثفو الجهود ديالنا ونتبعو التوجيهات والتوصيات ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه، كذلك نغسلو يدينا ونستعملو كمامات ونجلسو في المنازل ديالنا باش نقضيو على هذا الفيروس في قريب من الاوقات. اذا قبل ما نقطع اللايف كنذكر بان اليوم تم تسجيل 136 حاله جديده، يرتفع العدد الاجمالي الى 2024 حاله. بالنسبه للحالات ديال الوفيات اليوم الحمد لله تسجلت حاله واحده. بالنسبه للحالات اللي تم متماثله الشفاء 127 حاله. اذا نتلاقاو في لايف واحد اخر باش نقابلكم معطيات حصريه واخبار كذلك دقيقه على قناه شوف تيفي.